الحلقة الثانية من سلسلة ضبط إعلانك راح ناخذ تصنيف الإعلانات، مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ. راح نتكلم عن البرين ستورم والسكتشنج ما قبل بدء الإعلان، أهمية الكوبي رايتنج وشنو هو الكوبي رايتنج، وآخر نقطة راح ناخذ مقارنات بين بعض الإعلانات وبعض المحتوى الكتابي في الإعلان. تتصنف الإعلانات إلى أربعة أصناف رئيسية: conceptual advertising، في layout style، في الانفوغرافيك ستايل، واخر واحد التايبوغرافي ستايل. راح نتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل وراح ناخذ نماذج عليه. نبتدي بالconceptual advertising، هو عبارة عن الإعلانات اللي تعتمد على المفهوم. هذه بعض النماذج الإعلانات تعتمد على المفهوم بشكل كلي. لو تلاحظون كلمتين ثلاث، بعض الإعلانات ما فيها كلام بس مجرد صورية وفيها لوجو الشركة أو لوجو المؤسسة. نشوف مع بعض هذا الإعلان، يعني الإعلان قاعد يقدم رسالة كلش واضحة مفهومة في نفس الوقت قوية. عالم الموبايل شلون يعزل الأهل عن بعضهم البعض. نشوف نموذج ثاني، يعني من أقوى الرسائل اللي شفتها بس ما أقدر أقول عنه شيء. واضح هما كاتبين فيه كلمتين smoking kills، بس حتى لو ما كتبوا هذه الكلمتين الرسالة واصلة للمتلقي. رسالة بسيطة قوية، فيها فكرة، فيها تنفيذ ممتاز. وهذا النوع من الإعلانات يحتاج إلى مجهود كبير، أغلب الأوقات يحتاج إلى فريق عمل، ما يحتاج إلى شخص واحد ينفذه. شركات الميديا الكبيرة عندهم فريق كامل يسمى فريق الكرياتيف، في الديزاينر، في الارت دايركتر، في الكرياتيف دايركتر، في الكوبي رايتر، عبارة عن مجموعة متكاملة قادرين على أنهم يخرجون هالنوع من الإعلانات. تحتاج إلى تصوير لأن في فكرة from scratch، فكرة ما كانت موجودة مسبقاً، ما يحصلون صور تناسب الموضوع أو تناسب الفكرة فيضطرون إلى التصوير. النوع الثاني layout style، اللي هو الإعلانات اللي تعتمد على توزيع العناصر. عندي مجموعة عناصر، عندي صورة، لوجو، عندي كلام، آيكونات، أحتاج إني أوزعهم بطريقة جميلة. هذا يسمى layout style. في صورة موظفة بشكل جميل، في element بسيط فاصل بين الكلام وبين الصورة، عندي headline، عندي سب هيدلاين، وعندي البودي كوبي، بعض الايكونات. هذا الستايل اسهل من الستايل السابق بواجد، وهذا اللي الاغلب يحتاجونه. وهذه بعض النماذج الاضافيه ايضا. نلاحظ دائما كل ما صار الاعلان بسيط، كل ما كانت الخلفيه مو مزعجه، كل العناصر تبين بوضوح، كل ما كان الاعلان اقوى. ولا تنسون يوصل الى شريحه اكبر مثل ما قلنا في الحلقه الاولى. الصنف الثالث هو تقريبا احدث ستايل، انفوغرافيك ستايل. انفوغرافيك تكون من جزئين، انفورميشن جرافيكس، اني اخذ المعلومات بدل ما تكون معلومات كتابيه مزعجه ممله احولها الى ايكونات مثل الرسم، بحيث انها توصل المعلومات هذه على كثرها الى المتلقي بكل سهوله. ستايل جميل بسيط يعتمد على الرسوميات اكثر. بالنهايه في عالم التصميم سواء كانت اعلانات او اي شيء ثاني، الاذواق تلعب دور كبير. ممكن انا احب ستايل اللي اوت، واحد ثاني لو سويته انفوغرافيك ستايل كان احلى. ثلاث أدوات. النوع الرابع والأخير تايبوغرافي ستايل، هذا الستايل يعتمد على الكلمات بحيث أنه يكون فيه تلاعب في الكلام، تلاعب في الحروف. طبعا هذا الستايل ما راح أطول فيه لأنه ما يناسب الكلمات العربية، بالكلمات الأجنبية يكون متناسق فيها أكثر لأنها أشكالها تكون تقريبا أشكال هندسية. لاحظ من بين الأربعة أصناف بأن اللي أوت ستايل هو أسهل واحد فيهم. في سلسلة ضبط إعلانك راح يكون تركيزي كله على اللي أوت ستايل. قبل لا نروح للمحور الثاني، اللي ما شرب ماء اليوم قم روح اشرب ماء، تابع الستوري ماي تذكرات يومين شرب الماء. انك تفتح الجهاز وتروح للبرنامج مباشرة، انت انتقلت للمرحلة الثانية من غير ما تبدأ في المرحلة الأولى. راح نتكلم عن المرحلة الأولى الحين. مرحلة الإبداع تحتاج إلى فكرة وتحتاج إلى تخطيط، وهي اللي غالبا تكون المرحلة الأصعب، بس إذا سويتها راح تسهل لك المرحلة الثانية، مرحلة التنفيذ كليا. من ملاحظات العامة خاصة في الدورات وخاصة المبتدئين في المجال بأني ما قدرت أطلع بفكرة، ما قدرت أطلع بتنسيق جميل. والله فتحت البرنامج، أعرف للبرنامج، جبت الصور، جبت المحتوى مالي، وتحيرت هني، وقف في هذه المرحلة. يحتاج تسوي برين ستورم شوي، يحتاج أنك تسوي سكتشات. خذ ورقة، خذ قلم، وخطط الإعلان مالك. حط الصورة، حط العنوان الرئيسي، حط العنوان الفرعي، أرقام التلفونات، كول تو أكشن. سوي لروحك مسودات قبل لا تبتدي تنتقل إلى الجهاز وتروح للبرنامج مباشرة. هذا السكتش تقعد تطور فيه من واحد إلى الثاني، حطهم على حسب السايز اللي راح تنفذه، حق الإنستغرام، حق ستوري، عندك سايزات مختلفة، ارسمها على الورق بنفس الأبعاد. لما توصل إلى على الأقل 50% من تخطيط الإعلان واضح في مخك. طبعا بالمناسبه مرحله البرين ستورم ما تختص بس في الاعلانات او بس في التصميم، هي مرحله تسبق اي عمل يحتاج انك تنفذه، يحتاج انك تقعد وتخطط تفكر. بعدها تروح لخطوه الريسيرش، يحتاج انك تشبع نظرك شوي بالاعلانات، طالع الاعلانات العالميه، الاعلانات المحليه، تشوف الناس وش قاعده تسوي في الاعلانات، راح تعطيك الهام وتساعدك انك تنفذ اعلانك بصوره واجد افضل من اللي كنت حاطها في بالك. حطيت لكم بعض الانسبريشنال ويب سايت. الموقع الاول موقع الشهير، موقع بيهانس، هذا عبارة عن بلاتفورم للمصممين، كل مصمم مشترك فيه ينزل بورتفوليو ماله، تقدرون تطلعون على الأعمال تاخذون منها أفكار. عندكم السيرش لو بغيتون تبحثون عن موضوع معين، بتحصلون أعمال تساعدكم في طريقة تخطيط الإعلان،
او في طريقه اختيار الالوان، ماتشنج بين الالوان يا بعضها البعض، ما شابه من الامور. الموقع الثاني الموقع المعروف بنترست. طبعا هذا الموقع جبار، انا اعتمد عليه في واجد امور، مو بس في تصميم الاعلانات، في امور كرياتيف في كل مجالات الحياه، حتى بالنجاره والديكور والطبخ، اي شيء يخطر على بالك تبي شغلات كرياتيف ارجع لموقع بنترست. الموقع الثالث ذا انسبيريشن جريد، تقريبا نفس الواجهه، في عندي سيرش اقدر احط الكيورد اللي ابيه. ما استخدم واجد الامانه، بس في محتوى جميل. لو عندي نموذجين من المصممين، نموذج A ونموذج B، يعني سوري ما حصلت لدلين، نموذج A طالع اعلان واحد كل ويكند، نموذج B طالع 10 اعلانات 20 اعلان كل يوم. لو اجيب تاسك تصميم اعلان واعطيهم اثنينهم نفس التاسك، من اللي راح يتفوق؟ The letter B. لان نموذج B صار عنده تشبع بصري، صارت عنده افكار مخزنة عنده ذهنيا. مع الاستمرارية مرحلة الريسيرش ما تحرق، محور مهم كلش في عالم التصميم، خاصة إذا كنت تسوي تصاميم حق زباين مو حقك أنت. يجيك الزبون، سوي لي إعلان حليل، سوي لي لوجو جميل، أحتاج إلى حملة إعلانية ضخمة ما صارت ولا استوت، ما يقدر أسوي لك شيء جميل، ما يقدر أسوي لك شيء حليل، لأن يحتاج بعض المعلومات من عندك. هذه المعلومات يسمونها بريف، خذ من عنده معلومات قد ما تقدر، خذ الفكرة العامة اللي في باله، خلنا نتكلم عنهم بالتفصيل. شنو يحتاج المصمم يعرف من معلومات قبل لا يبتدي هذا الإعلان؟ يحتاج يعرف الفكرة العامة، يحتاج يعرف الهدف من الإعلان، هدف طبعا أهداف الإعلانات تكلمنا عنها في الحلقة الأولى، الألوان المفضلة، فترة الإعلان، إذا كان الإعلان موسمي في إعلانات تنزل بس في شهر رمضان، إعلانات حق العيد، إعلانات موسمية عندي عرض لمدة شهر، الفئة المستهدفة، إذا كانت الفئة المستهدفة نساء إعلان مثلا حق صالون أو ما شابه، من ناحية الألوان، من ناحية الأشكال، الجو العام للإعلان راح يكون شيء مناسب له الفئة المستهدفة ولا هم البنات. أما إذا كان عندي إعلان حق سباق سيارات أكيد مخالف تماما، فلكل فئة مستهدفة في لها ستايل معين في التصميم. والمحور الأخير من هذه الحلقة الكوبي رايتر. الكوبي رايتر هو مهنة وظيفية موجودة مع فريق المصممين. راح أعطيكم نبذة عامة، الكلام اللي راح ينكتب في الإعلان منو اللي يكتبه؟ هذا مختصاص المصمم، في مختصين يختلقون هذا الكلام بحيث إنه يناسب الإعلان ويكون كلمات رنانة في المسمع، تكون كلمات لها معنى، كلمات كرياتيف. هناخذ بعض النماذج على اساس توضيح فكره الكتابه الاعلانيه. مكتوب عرض خاص بشهر رمضان، استهلك جدا ما يجذب، عرض حصري بشهر رمضان نفس الطريقه، كلمات مستهلكه، عروضنا غير بشهر الخير، بعد واحد اخير هلت عروض الخير بهلاله. فبالمختصر الكتابه الاعلانيه لها دور كبير في تقويه الديزاين، كل ما كان الكلام ركيك راح يفقدني جزء من قوه الاعلان. لاي سؤال او اي استفسار تواصلوا وياي على الواتساب، دخلوا حساب الانستغرام في البايو في لينك كليك توديكم دايركت على الواتساب. مع ألف تحية.